كثيرا ما نسمع عواء بعض الكلاب عند سماع الأذان، وهذا الأمر يحيرنا كثيرا ونتساءل لماذا تعوي بعض الكلاب عند سماعها الأذان. أتحدث مع حضراتكم من خلال هذا الفيديو من قناة كل جديد حول العالم عن رأي العلم في نواح ونباح الكلاب وقت الأذان، وأيضا نتحدث عن رأي الدين في هذا الموضوع أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن رأي الدين في نواح أو نباح الكلاب أثناء الأذان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الشيطان يفر عند سماع صوت المؤذن، وقد يكون عواء الكلاب وقت سماع الأذان لرؤيتها الشياطين وهي تهرب من صوت الأذان، وقد تكون تلك الكلاب هي نفسها شياطين. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة. وقال أيضا الجن يتصورون في صورة الإنس والبهائم، فيتصورون في صورة الحيات والعقارب وغيرها، وفي صورة الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صورة الطير، وفي صورة بني آدم. كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة ابن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر. وقال أيضا أن الشيطان تصور في صورة شيخ النجدي لما اجتمعت قريش في دار الندوة. وقد ثبت في الصحيح الاستعاذة بالله عند سماع نباح الكلاب، كما في الحديث الشريف إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، رواه أبو داود والبخاري وصححه الألباني. والظاهر أن الذي يراه الكلب ليس ملائكة وإنما شياطين، ويدل لذلك ما في الحديث من سمع نباح الكلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهم يرون ما لا ترون. وفي حديث آخر إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا، فسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمير في الليل فإنها رأت شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان، رواهما البخاري وصححهما الألباني. وهناك رأي آخر يفسر أصحابه عواء بعض الكلاب عند سماع صوت الأذان بأن هناك بعض الكلاب تعوي عندما تسمع الأصوات العالية خوفا وزعرا، ولا تقلع عن العواء إلا بعد انتهاء هذه الأصوات. وهذا هو الرأي العلمي، فإنه ذكر أسبابا مختلفة لنباح الكلاب. السبب الأول هو أن حاسة الشعور عند الكلاب تصل إلى أبعد الحدود عكس الإنسان، أي يمكنها سماع الأصوات الحادة أكثر منا بكل تأكيد. ولهذا السبب يقول الخبراء أن الأصوات العالية تؤذي أذن الكلاب، وبالتالي تقوم بالعواء والنباح كردة فعل لسماعها هذه الأصوات العالية التي تصدر من مكبرات الصوت في المساجد أو في المآذن. والسبب العلمي الثاني لنباح الكلاب هو نظرية الإشراط الكلاسيكي. هذه النظرية كانت لعالم روسي كان يرن الجرس ثم يعطي لكلبه اللحم، إلى أن تعود الكلب عندما يرن الجرس يعرف أنه سوف يأكل اللحم. وبعد فترة لاحظ العالم الروسي أن لعاب الكلب أصبح يسيل لمجرد سماعه رن الجرس فقط دون إعطائه اللحم، لأن الكلب أصبح يعرف أنه سيحصل على اللحم بمجرد سماع صوت الجرس. إن كلاب الشوارع أيضا بمجرد سماعهم الأصوات الصاخبة يعتقدون أنه سيصيبهم أذى، وأكد الخبراء أنه ربما عند سماع صوت الأذان يفتح الكلاب أفواههم بالعواء والنواح، وبالطبع هذه ليست نتيجة مؤكدة. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن الأسباب العلمية والدينية لنباح وعواء الكلاب أثناء الأذان. أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.